الا كنت كتخدم في البوت ديال هامستر كومبات او لا عمرك ما سمعتي بها وعندك غرض ورغبه في انك تجني الفلوس من العملات الرقميه بلا ما تدخل حتى شي ريال من جيبك، تكمل معنا هذا الفيديو هذا حتى تسمع فيه شي معلومات ناكد لك على انك عمرك ما سمعتي بها. غنشارك معكم ثغره موجوده حاليا في بوت هامستر كومبات، بزاف عارفينها وقليل اللي كيتشارك بحال هاد المعلومات. اللي غادي ناكد لكم هو انكم غادي تسمعوا معلومات حصريه ديال الطرق كيفاش تجمع الفلوس بواحد السرعه كبيره، اكثر من 6 مليون تقدر تجمعها في كل 24 ساعه. طرق وحيل ما عمرك ما سمعتيها في شي فيديو، غادي نتشاركوها معكم في هذا المقطع ان شاء الله. وفي النهايه غادي نوريكم كيفاش نقدروا اننا نستغلوا هاد الثغره قبل ما تسد، يعني هاد الفرصه ما نعرفوش وقتاش اللي غادا تسد هاد المساله هادي. داكشي علاش كل ما سارعنا في اننا ندخلوا نتسجلوا نبداو نخدموا غادي نطوروا المراتب ديالنا او لا غادي نتجاوزوا المستويات اللي مطلوبين منا بواحد الشكل سريع. في الاساس غادي نفهموكم شنو هي هاد العمله بالنسبه او لا هاد الطريقه اللي غادي نربحوا منها بالنسبه للناس اللي ما عندهمش معلومات. هذه واحد العمله كندير واحد يعني عمله رقميه قبل ما انها تخرج، تيم ديال داك المشروع تيدير واحد الاير دروب او لا كيدير واحد التوزيع مجاني على مجموعه ديال الناس اللي كيشاركوا في داك الاير دروب. حاليا هاد الطريقه يعني اللي خدامين بها اصحاب المشروع هو انهم في المرحله اللي كيكونوا فيها كيوجدوا فيها المشروع ديالهم قبل ما يدرجوه في المنصات الكبيره، في البدايه كيديروا كاير دروب وكيديروا لك واحد المهام تديرهم كل 24 ساعه كتعاونهم باش انهم كيتشارلي المشروع ديالهم. ملي كينزلوا داك المشروع في المنصات باش يبداو التداول عليه كيكون المشروع معروف، داكشي علاش تيجيب لهم واحد الفوليوم في كل 24 ساعه ولا كيجيب لهم واحد السيوله ديال التداول في 24 ساعه اللي كتكون كبيره، وهذه المساله كتكون بعد عمليه ديال الترويج. داكشي علاش هما باش يكافئوا الناس اللي كيشاركوا وكيامنوا بالمشروع قبل ما يتنزل تعطيهم واحد المكافئات، وهاد المكافئات هي كما كنقولوا هي كما قلنا مساله الاير دروب. يعني حاليا غادي نخدموا حنا على غرض انه مني يدرجوا هاد العمله في منصات كبيره غادي نستافدوا منها بالمجان، غادي يصيفطوا لنا عملات حيت حنا نكونوا شاركنا في هاد التوزيع المجاني او لا شاركنا قبل التوزيع او الادراج ديال العمله في المنصه. حاليا اول حاجه غادي نديروها هو اننا غادي نعرفوا كيفاش غادي نقدروا نخدموا في هذا الموقع بالنسبه للناس اللي عمرهم ما شافوا. اول حاجه ضروري خصنا واحد التطبيق سميتو التليجرام، كنمشيو كنتريشارجيو اما من اب ستور او لا في بلاي ستور على حسب السيستم اللي خدام به في التليفون. من مور ما كننزلوا هذا التطبيق هذا غادي نخلي لكم واحد الرابط في اسفل الفيديو غادي يدخلكم بواحد الشكل مباشر على هذه الصفحه اللي كتشوفوها قدامكم. اول حاجه كنديروا باش كنقدروا اننا نسجلوا في هذا البوت كنضغطوا على الكلمه اللي كاينه تحت الصوره بلاي، كما بهذه الطريقه كتخرج لنا واحد الصوره ثانيه. هذه الصوره هنايا كنبداو الخدمه في البوت وكنبداو نفعلوا فيه، كنبركوا على اول حاجه كلمه ستار. كيف ما كنشوفوا بمجرد انك تبرك على كلمه ستار غادي يخرجوا لك واحد الباراغراف ثانيه وكاينه في اول خيار كما كتشوفوا بلاي ان وان كليك، كنضغطوا عليها اما كنضغطوا عليها اولا كنضغطوا عليها في الجنب كاينه واحد البوطونه الزرقاء بلاي كنضغطوا عليها كتخرج لنا الصفحه بهذا الشكل هذا. بعد ما كنضغطوا عليها كيتيليشارجا اللعبه اولا كتبدا تحمل اللعبه ديالنا وهي على الشكل اللي كتشوفوا فيه. اول حاجه كنديروا هو اننا كنضغطوا على نيكست كندوزوا هذه ليطاب هذيك تعريف بالتطبيق الخاص او بهذا البوت الخاص بهم. ملي كندوزوا كاع هذيك المراحل كنديروا بلاي. من مور ما كنديروا بلاي اول حاجه غادي توصلكم ياس عمله، انا غادي نخلي لكم واحد الرابط غادي تاخذوا فيه 5000 عمله. انا حاليا هذا الرابط دخلت ليه بشكل مباشر ما دخلت على حتى شي احاله، داكشي علاش ما عطاونيش ديك المكافاه، ولكن اي واحد غادي يتسجل غادي ياخذ مكافاه 5000 عمله. غنضغطوا عليها وغادا تطلع عندنا وغادا تسجل عندنا بهذه الطريقه. اول حاجه هنا حنا كنجمعوا من واحد المساله وهي الطاقه اللي مجموعه لتحت، كما كتلاحظوا كاين لتحت 100000 على 1000، هاد الاشاره هاد 1000 على 1000 وكاينه واحد الاشاره صفراء في جنبها. هاد 1000 على 1000 هي عدد النقرات اللي نقدروا نديروا بهذا الشكل هذا باش اننا نشارجيو الكونتور ديالنا. كنشوفوا الكونتور بدا كيطلع ل 109، هاد النقرات نقدروا نبقاو نبركوا عليهم كيخرجوا لنا في الاول هاد الاول تيكون بهذا الشكل، تنبقاو نضغطوا عليهم بهذه الطريقه هذه. بهذه الوسيله كنقدروا نجمعوا، ولكن حنا ما باغينش نديروا هذه الطريقه، غادي نخدموا
بالتعدين. قبل ما نشوفوا مساله التعدين نشوفوا المكافئات، حيت كاين بزاف ديال المكافئات اللي نقدروا ناخذوا معاهم عملات مجانيه بمهام اللي بسيطه في الاول نجمعوا بها الاساس باش اننا نطلعوا المراحل اولا نزيدوا في الجولات ديالنا، يعني نطلعوا في المستويات. نشوفوا الفوق كاين هذا هنا الموجود، يعني المرحله الاولى والمرحله الثانيه خاص اكثر من 5000 عمله، المرحله ديال الجولد خاص تكون عندك اكثر من 25 وهكذا. يعني قد ما تيكون عندك الرصيد ديال العملات كبير قد ما كتطلع في المستويات اللي عندك. حنا الطريقه كما قلنا اول حاجه غادي نمشيو للارن اللي كاينه لتحت، كما كنشوفوا كاين ارن يعني الربح كاين حدا ديك البوطونه الصفراء. اول حاجه كنديروها هي اننا كنمشيو كنشوفوا بواحد الشكل بسيط الفيديوهات بهذا الشكل هذا، كتمشي كدير واتش فيديو كتدخل الفيديو، من الاحسن انك تشوف اكثر من 50% من داك الفيديو، يعني الا كان فيه جوج دقائق تشوف على الاقل واحد دقيقة. من موراها كتجي كتضغط على تشيك، من مور ساعه كيصيفطوا لك واحد 100000 عمله. هنا كما كتشوفوا كاين جوج ديال الفيديوهات، كاين انك هنا في هذه المنطقه كما كتشوف دير تشارك معاهم في التليجرام اللي اشتركنا فيه يعني دابا واحد شويه، وكدير لهم تشيك وكيصيفطوا لك العملات، حيت حنا مشاركين ديجا في الموقع الخاص بهم في التليجرام منو منين دخلنا على هاد اللعبه صافي تيصيفطوا لك. وهنا كيصيفطوا لك واحد الميساج تيقول لك بانك دزتي معنا المرحله الثانيه اولا يعني الايطاب الثانيه من هاد اللعبه هذه، يعني ولات عندك المرحله الثانيه. الثانيه تشارك معاهم في تويتر يعني اكس. الثالثه كتختار واحد المنصه اللي غادي تخدم عليها، مثلا كدير لهم هاد المنصه ديال الجيت تيقول لك يعني مزيان صافي كدوز معاهم. حاليا كما كنشوفوا الى رجعنا القاو اللي جينا ودرنا عاوتاني تشيك غادي يعطيونا 5000 حيت دخلنا معاهم. المهم هذه الطريقه اللي كنخدموا بها. الطريقه الثانيه وهي انك كل نهار غادي تدخل وغادي دير كليم لهذا الريورد، ما خاصك تضيع حتى شي نهار، يعني ما يجيش نهار وتزق النهار وجيت النهار الثالث ما غاديش تحسب لك، يعني 10 ايام على التوالي. من مور هاد 10 ايام غادي تلقى راسك النهار الاول كتربح فيه 500 عمله، الثاني 1000، المهم السابع 100000، النهار الثامن كتربح فيه 800 كتكليمي فيه 500000، النهار التاسع مليون، النهار العاشر كتاخذ 5 المليون، المجموع ديالها كتكون في هاد المراحل اللي تبعتي هاد 10 ايام كامله عندك 6 المليون و649000 عمله كتزاد لك في الرصيد ديالك بهاد عمليه الكليم. كما كنشوفوا حنا دزنا دابا حاليا للمرحله الثانيه سيلفر، يعني الجولد خصني نجمع 25000 عمله، يعني حاليا كتبان لكم بانها كبيره ولا هكا. المهم حاليا هذه وحده من الطرق، هذه هي الطرق اللي كنربحوا بها هاد العملات وكنتبعوا بهذه الطريقه هذه كما كتشوف. الثانيه هي اننا كنديروا كنصيفطوا انفيتاسيون للاصدقاء انهم يشاركوا على داك البوت ديالنا. اتانفيتي واحد اللي مومبر عادي يعطيوك هديه معاه 5000 عمله. الى دخل عندك واحد عنده عضويه مميزه او في اي بي غادي تاخذ انت 25000 عمله. كما قلنا الطريقه التاليه وهي التعدين، وهذه اللي عندنا حنا بها الغراض ونبغيو نخدموا عليها. علاش؟ باش تولي خدام عندنا الكونتور بلا ما ندخلو. كما كنشوفوا دابا حاليا 10650. الى رجعت للتعدين ما غاداش هاد 10650 تزاد الا الا بديت كنقرع على الشاشه بهذه الطريقه هذه، يعني كندرك عليها واحد السرعه. اول حاجه هذه كدير لنا الوقت وهكا، وهذا الشيء كامل غادي نعرفوا كيفاش اننا نتجاوزوا نختصروا الوقت وفي نفس الوقت نزيدوا الكفاءه ديال التعدين ديالنا ونزيدوا كميه. حنا عندنا غير 1500 نقره هي اللي عندنا فيها الحق اننا نقدروا نديروها، ولكن نقدروا نزيدوا في هذا المعدل حيت كاين اللي مثلا يبغي ما يدخلش للتطبيق الا بعد مثلا ساعه، كل ساعه يدخل والكونتور يبغيه ما يتشارجاش بالزربه، يعني ديك 1500 خصنا نزيدوها نديروها 3000 4000 7000 10000 باش واخا نتعطلوا قد ما حنا معطين وقد ما الكونتور قاس يتشارجا. المهم هذه الطريقه ديال النقر هي اللي كتعدل، من لما نقرتيش ما غاديش تزاد. داكشي علاش حنا خصنا نمشيو نشريو واحد المعدنين اللي هما غادي يوليو يخدموا في بلاصتنا. مثلا هذا المعدل الاول سي اي او، يعني كنلقاو بان ليفل زيرو يعني ما عديت حتى شي واحد. غادي ندير جو هيد، يعني كما كتشوفوا خرج ليا في هذه المنطقه ولا حاليا التعديل مره غادي نبداو نشوفوا انه كيمشي. نشريو معدنين اكثر باش يبدا يتحرك شويه الكونتور. المهم هادشي غادي نشوفوه في الحساب الثاني
ديالي، وغادي نعرفو منو كيفاش تتم العملية ودوك المعدنين وهاد المسائل كاملة. المسألة الثانية وهي طريقة ثانية للربح، كما كنشوفو لرجعنا للصفحة الرئيسية ودرنا هذا الخيار الثاني كما كتشوفو في هذا المكان كيتبدل، كيعطينا هاد الشاشة هادي، كاين ديلي ريورد كاين ديلي سيفر. كندخلو لهاد المنطقة، وهنا خاصنا ندخلو واحد الشيفرة، هاد الشيفرة هي نقاط و يعني فواصل، يعني بهاد الطريقة كما كتشوفو حنا حاليا كتخرج الشرطة. كيفاش نديرو نخرجو ديك الشرطة ولا شنحتاجوها؟ غادي نشوفوها بلاصة واحدة أخرى. غادي نخلي لكم واحد الموقع في صندوق الوصف، غادي يخرجك في هاد الصفحة هادي كما كتشوفو بهاد الشكل. شنو غادي نجيو نديرو هنا؟ هنا غادي نجيو نقلبو على هاد الكود، هاد الكود اللي كيتبدل في كل نهار. هاد الكود هو هالف، هاد هالف كيفاش غادي نديرو نكتبوها في هاد ال... في هاد ال... في هاد البوت باش يعطينا المليون ديال المكافأة. هنا كما كتشوفو كل حرف قدامه إما نقاط وإما قدامه نقاط وشراطي. الحرف الأول اللي هو هاش قدامه 4 ديال النقاط، يعني غادي نجيو ندخلو لهنا ونديرو 1 2 3 4. بمجرد أننا نديرو هاد الحركة غادي أوتوماتيكمو يعطيوني الحرف الهاش بجانب هاد المليون اللي كتشوفو فيه حاليا أنا خديتها. غادي يكتبو حداها في هاد المنطقة هنا، في هاد الفراغ اللي كاين هنا غادي يكتبو فيه ديك الحرف ديال هاش. من مور ما يكتبو ديك الهاش غادي تجي ترجع للموقع وتشوف شنو الحرف الثاني، شنو هو الشفرة ديالو. الحرف ديال أ الشفرة ديالو هي نقطة وشرطة، داكشي علاش غادي نجيو نديرو نقطة ونديرو الشرطة ونخليها 30 ثانية. كيفاش نديرو الشرطة؟ هو أننا كنبقاو باركين قرابة 30 ثانية تقريبا عاد كنطلق النقطة. كدير أنك كتنقر وكتطلق الشرطة، كتجي هكا كتخلي واحد 30 ثانية كتطلق، كتكون عندك شرطة. غتبقاو على هاد الطريقة حتى تكملوا هاد الحروف الخمسة كاملين، غادي تدخلوهم تما اوتوماتيكمون غادي يخرجوا لكم المليون، غادي يقول لكم مبروك عليك ربحتي معنا مليون عملة من هاد العملة، تقدر تطور بها المستوى ديالك بزاف ديال الحوايج. الحاجة الثانية هي ديلي كامبو، يعني غادي نلقاو فيها يعني مجموعة ديال الصور كما كتشوفوا في الفوق. انا حاليا عندي هاد 3 ديال الصور، هاد 2 ديال الصور وخاصني الثالثه. هاد الثالثه غادي نلقاوها حتى هي هنايا. كيفاش نديرو؟ كنجمعها، كتمشي كدير لها كوليك، كتجي كدير لها جو هيد، صافي كتجمع عندك، كتسجل لك الفوق، كتجمع هاد 3 كتقدر انك تربح 5 ديال المليون كما كتشوفوا، 5 ديال المليون مني غادي نكمل هاد الديلي كومبو. يعني بالنسبه لنا منين نكملوا هاد الخمسه ديال هاد الثلاثه ديال الصور غادي ناخذوا الخمسه المليون وغادي نضيفوها على المليون اللي خدينا في البدايه، هي تولي عندنا 6 المليون. قدروا اننا كل نهار ناخذوها من هاد العمله. اخر حاجه وبالنسبه لنا كما كتشوفوا حاليا، شوفوا هاد الكونتور اللي عندي هنايا كاين فيه حاليا 96811 وكتزاد. يعني حاليا الهدف ديالنا حنا هو كنشريو هاد الماينرز، يعني علاش؟ باش انهم يعدنوا لنا العملات عوض انني نعدنهم بيدي. وهنا كما كتشوفوا مثلا هاد الماينر هذا حاليا نقدر نشريه ب 13939 عمله، وكل ساعه غادي يعطيني 184 تقريبا عمله. كاينين سبيسيال كارت، يعني نقدروا ان نشريهم ونعدنوا واحد العدد اكبر. مثلا غادي نشريو مثلا هذا، غادي نشريو ب 82136 وغادي يعطينا كل ساعه كما كتشوفوا في هذه البلاصه هذه، كل ساعه غادي نقدر ناخذ 3045 عمله. انا عوض ما ندخل دائما باش نخدم هذه الخدمه كنخليه هو كيخدم في بلاصتي. اخر حاجه بالنسبه لنا كتخص الثغره اللي كيساينها كل شيء. اول حاجه بالنسبه لنا اللي كيهمنا حنا هو اننا نخليو قوه ديال التعدين ديالنا تكبر، يعني هاد 7500 حاليا اللي عدينا في هذه البلاصه هذه خاصني ما نكرهش نديرها واحد الكميه تكون كبيره، باش واخا نتعطل انايا ما نجمعش يعني وما ندخلش للبوت، يكون هو عنده واحد ليسباس فين انه يجمع لي عملات كثر. هاد المساله قدام هاد الحروف هذو كنلقاو بوست، مني كنبركو عليها اول حاجه كيعطيوها لنا هو انه كاين عندك هاد الخيار هذا، عندك 6 في كل نهار، 6 ديال المرات تقدر تفعلها، تقدر تشارجي داك الكونتور في دقه واحده، يعني ندير ليه كليم كامل، نخوي ندير كاع النقرات اللي خصني نديرهم ويتسالى يخوى الكونتور يبدا يتشارجي من جديد، نجي ندخل هنا
ندير جو هيد لهاد الفول انرجي يعني غادي تشارج عليا بدقه واحده، ندخل مره اخرى ونكليميها. اللي مهم بالنسبه لي انا هو انني هاد الانرجي وهاد الملتي تاب يعني خصني نزيد في القوه ديالو. الانرجي ليميت خصني نهزها نرفعها حاليا انا المستوى العاشر، الا بغيت نرفعها اكثر خصني نخلص 512000 عمله باش يزيدوا يرفعوها وكيزيدوني واحد 500 مقرار جديده كتشارج عليا في الكونتور كيولي عندي حق فيها. مثلا انا عندي كما كتشوفوا 7500 يعني حد اقصى يقدر يتشارج هذا الكونتور، نقدر نزيد 500 وحده اخرى وتولي 8000 يعني مره خصني نقدر نساين يعني يتشارج فيها الكونتور. الثانيه هي الملتي تاب، قد ما كتزيد كتقوي الليفل ديالك فيها قد ما كيكثروا ليك يعني كل نقره كيكثروا فيها يعني العملات اولا كيكثروا كيفاش يعني كيكثروا العدد ديال النقرات. يعني بالنسبه لي نقره وحده كتعطيني نقطه وحده، ولكن انا نقره وحده كتعطيني 11 نقطه حيت انا ديك الملتي تاب عليتها بزاف باش كل نقره بحال كنقرا 11 المره في نقره وحده. هذه بالنسبه لنا من اهم الحوايج اللي خصنا نخدموا عليها باش توفر لنا شويه الوقت وتزيد لنا الكفاءه ديال التعدين. يعني ملي كيعطيوكم 1000 نقره عندك الحق انه يتشارجا تدخل دير لها كليم باش عاد تجدد مره اخرى تبدا تشارجا، انا كنهزها 7000 مره عوض انني غادي تشارجا لي الكونتور كل جوج دقائق، غادي يولي الكونتور يتشارجا ليا كل نص ساعه مثلا، ما يجي فيني تسلاح تندخل مثلا ندير لي كليم ونخلي لي الوقت. الحاجة الأخرى وهي الحاجة اللي يقدروا يسدوها في أي لحظة وخصنا نخدموا بها بواحد الشكل كبير واللي ضروري معها أننا نزيدوا في القوة ديال التعدين ديالنا ونزيدوا في يعني في الـ في الـ في الكونتور اللي كيتشارج عندنا، وهي أنك تحاول تخدم بشي طابلت ولا شي حاجة تقدر تخدم بالعشرة ديال الصباح. ما تيقولك دير نقرة وحدة، ولكن أنت بهاد الشكل هذا تقدر دير كليم في دقة وحدة. كما كتشوفوا كان عندي 5000 في الكونتور، أكثر من 5000، ولكن السرعة كيفاش غادي يتشارجا يقدر يكون تدقيقة ما كاملاش. يعني في عوض أنك تدخل وتبقى دير كليم واحد نص ساعة ولا ربع ساعة تقدر تعلي الكفاءة ديال النقرات ديالك وديرها الطريقة. مثلا أنا كندير حاليا هي 5 ديال الصباع، أنت تقدر دير بيديك بعشرة بيهم، تكون شي طابلت كبيرة وغادي تختازل بزاف ديال الوقت. كما شفنا أكثر أقل من دقيقة قدرنا اننا نخوي فيها اكثر من 5000 يعني في الكونتور. هذه كامله طرق باش اننا نقدروا نستافدوا، كما قلنا لكم غادي نخليو لكم كاع المواقع. الحاجه الاخرى وهي الصور اللي نسيت ما نذكركم بهم، هاد الصور منين كنجيبوهم من موقع اخر غادي تا هو